السلام عليكم. ده مثال آخر على موضوع yes or no. طيب هاجي هنا وأقول له أنا عايز أعمل برامتر نسميه مثلا x1، وده مثلا هيبقى نوعه تكست، تمام أوكي. وأعمل واحد تاني x2، وده هيبقى نوعه yes or no، تمام. طيب ده x2 وبين x1 هتلاقي، فهقول له اكس لو اف اكس 2 لو هي بصح خلي لي هنا القيمه بتاعتها يس مان، تمام. لو غلط نو no. يعني هشوف اكس 2 لو هي بصح هكتب لي جمله، لو هي بغلط هكتب لي جمله ثانيه، تمام. اقول له ابلاي، راح هنا وشاف القيمة ايه، لا صح، كتب لي اسمين. طب لو شلت العلامة ديت هل ايه كتب لي نو. فدي فكرة يس اور نو، ان انا اقدر احط قاعدة وان انا اعمل قاعدة اف ان هو يتأكد من قيمة حاجة معينة، لو لقاها يعمل القيمة دي. طيب خلينا نعمل حاجة تانية، هقول له اف وشايف ال number of balls اهوت، هقول له روح شوف البارامتر دوت، تمام. لو هو بتلاتة اكتب لي يس، تمام. لو عددهم اصغر من 4 اقول ابلاي، لا يس. طيب لو انا خليتها بقى بستة وقلت له ابلاي، هنا مشكلة في النمبر بورد دي، لازم من 0 لـ3. طيب خليها 3 وهنغير قاعدة وهنقول له لو الرقم ده أصغر من 2 بحيث إنها تبقى غلط، أبلاي بقى نو، تمام. طيب ده كده إزاي تربط البرامتر ببعض، وممكن تقول له لو ده بواحد إديني قيمة معينة، لو ده بتلاتة إديني قيمة معينة، فيبدأ يرتبط بيه.